ننتقل الآن وينضم إلينا مراسلنا من داخل قبة البرلمان من العاصمة بغداد محمد فراس. أهلا بك زميلي محمد، حدثنا عن هذه الجلسة حتى هذه اللحظة، ما هو أو ما هي آخر المستجدات لديك من حولك؟ تفضل. نعم، كان من المفترض أن يكون هذا الوقت تحديدا هو موعد بدء الجلسة، لكن إلى الآن لم تعقد بسبب النصاب النيابي. تواجدنا منذ الصباح في مجلس النواب وتجولنا في المبنى. المبنى كاد يكون خالي تماما من حضور النواب، الكافتيريا خالية، لوب البرلمان خالي، عدد قليل جدا من التحالف الثلاثي موجود داخل مبنى البرلمان، فيما يعني الاتجاهات أو التوجه النيابي اليوم لعقد جلسة لربما تكون اعتيادية لتمرير المادة الثانية في جدول الأعمال، وهي اختيار اللجان النيابية الدائمة في مجلس النواب والبالغ عددها 24 بعدما تم التصويت على اللجنة المالية في جلسة السبت. هذا ما يعني أن السيناريو يوم السبت الماضي سيتكرر لربما اليوم في جلسة الأربعاء، وأيضا هنالك يعني إشارات إلى أن جدول الأعمال لم يحدد فقط باختيار رئيس الجمهورية، بل أضيفت مادة أخرى كما ذكرتها، التصويت على اللجان النيابية. هذا يدل على أن الكتل السياسية إلى غاية الآن لم تتوصل إلى اتفاق محدد، الإطار متمسك بموقفه ويحاول الوصول إلى اتفاق محدد مع الجهة الثانية، ويحاول أيضا الدخول في حوارات مع التحالف الثلاثي، لكن التحالف الثلاثي إلى الآن يعني متمسك برأيه ولا يريد الحوار مع الطرف الآخر. هذا الأمر سبب في يعني أزمة هنا في مجلس النواب، أخرت انعقاد الجلسة ولربما ستتأخر إلى وقت أبعد من هذا الوقت، ربما سننتقل إلى ما بعد منتصف الظهيرة، والجلسة لم تعقد حتى الاعتيادية منها. ويعني القراءات التي تسبق الحدث تقول بأن الجلسة ستكون اعتيادية، سيدخل النواب وسيكون هنالك نصاب النصف زائد واحد، تعقد الجلسة للتصويت على اللجان النيابية، فيما يستبعد الكثير من النواب عقد جلسة نيابية مكتملة نصاب الثلثين لاختيار رئيس الجمهورية في هذا اليوم تحديدا. نعم، طيب محمد، كيف جرت آلية دخولكم للمنطقة الخضراء ابتداء من خروجكم لدخولكم إلى المنطقة الخضراء، لأن هنالك أنباء تحدثت عن أن الإجراءات مشددة أكثر من السبت؟ نعم، الإجراءات مشددة في البوابة الداخلية قبل الدخول إلى مبنى البرلمان، وكما يطلق عليها بالسيطرة الشوكية التي تجاور مجلس الوزراء ومجلس النواب الدخول لها، وأيضا الدخول من جهة جسر العلاوي المؤدي إلى المنطقة الخضراء باتجاه مجلس النواب. أما بوابات المنطقة الخضراء هنالك انتشار أمني، تأهب أمني، لكنها لم تغلق حتى لا يكون هنالك اختناق مروري. بوابات الخضراء الرئيسية مفتوحة إلا باء 9، والتي هي مجاورة لمجلس النواب والشوكية كما ذكرتها، السيطرة الداخلية التي فيها تجديد أمني مكثف، تفتيش دقيق قبل دخولنا إلى البرلمان، وأيضا مبنى البرلمان في بواباته هنالك تجديد أمني أثناء دخولنا، واجهنا تجديدا أمنيا مكثفا تفتيشا دقيقا حتى لا تكون هنالك أي يعني حراك يخل بسير جلسة اعتيادية كما ذكرت بعيدة عن اكتمال نصاب الثلثين. نعم، حتى هذه اللحظة لم يصل أي أحد من النواب، لأنه بدنا نسمع أصوات من حولك، يعني بلكي وصلوا. توافد عدد قليل جدا منهم من التيار الصدري. شيخ وان عبد الله قبل قليل توجه إلى مكتب السيد محمد الحلبوسي، أيضا تحالف السيادة هنالك عدد قليل منهم متواجد في مكتبه الخاص. طبعا جميع أبواب المكاتب موصدة، لا يسمح بالتحاور مع أي نائب داخل أروقتهم داخل أجنحتهم. اجتماعات كما هي العادة قبل بدء الجلسة تكون اجتماعات تداولية داخل الكتلة المعنية، كتلة صدرية تكون داخل كتلتها، وأيضا السيادة والديمقراط الكردستاني، هذه الكتل التي ستكون هي حاضرة اليوم فقط بحسب تصريحات الكتل المقاطعة لمجلس النواب. حتى يعني الإطار التنسيقي إلى الآن
لا يعني يود الدخول أساسا إلى مبنى البرلمان، مقاطعة رسمية، وأيضا عبر عنها بأنه تحرك ديمقراطي للتعبير عن رأي النائب في رفضه لجلسة نيابية سواء كانت اختيار رئيس جمهورية أو في المستقبل تكون الجلسات الاعتيادية. طيب ماذا بشأن المستقلين محمد؟ هل لديك معلومات حول حضورهم برمتهم أم ما زالوا متمسكين بشروطهم؟ نعم، بالحديث عن المستقلين سواء كانوا تحت تحالف أو المستقلين بذاتهم، عدد منهم والمقاطع في الجلسة السابقة متمسك برأيه وهو مقاطع أيضا إلى غاية الآن. أما الجيل الجديد فقد لربما أيضا سيقاطع الجلسة، في الجلسة السابقة بعد التوقيع على شروط 17 كان مشاركا في الجلسة، لكن اليوم وبحسب تصريحاتهم أكدوا بأن الشروط لم يتحقق منها إلى غاية الآن، ولا شرط واحد وأبسطها هو انخفاض سعر البنزين الذي إلى الآن لم يتحقق منه شيء، بالتالي لن يدخلوا إلى جلسة البرلمان إلا بعد الموافقة على شروطهم. المشروع الوطني العراقي أيضا هو معلق دخوله إلى مبنى البرلمان وهو متمسك بمقاطعته، وباقي الكتل أيضا التي قاطعت، ولربما هنالك أيضا تسريبات وهنالك أيضا مصادر تؤكد بأن عدد المقاطعين سيرتفع عن الجلسة السابقة. في الجلسة السابقة كان الحاضرون 102 والمقاطعون 126، لربما سيرتفع عدد المقاطعون مقابل الحاضرون إلى مبنى البرلمان، بالتالي هذا الأمر يؤكد يؤكد من قال بأن الجلسة لن تكون باكتمال نصاب الثلثين، ستكون نصف زائد واحد نعم، وستعقد لربما تكون اعتيادية نعم، لكنها ستتجاوز فقرة التصويت على رئيس الجمهورية وتكون فقط للتصويت على، ولكن حتى يكون المشاهد على علم يا محمد أن جلسة نصف زائد واحد لابد أن تكون جلسة مفتوحة وهي جلسة لا توافق عليها لربما المحكمة الاتحادية لأنها ليست دستورية. إذن بما أن خلينا نتحدث عن شوي عن الموقف الشعبي بين ما يحضرون النواب البقية، حالة من اليأس تصيب المواطنين لا سيما بعد تأجيل الجلسة من يوم السبت للأربعاء مع استمرار أزمات البلاد التي تضر المواطن، يعني ما تضر غير بس المواطن العراقي. شلون كانت ردود الفعل الشعبية على ذيك الجلسة وأيضا على هذه الجلسة؟ نعم، هذه ليست المرة الأولى التي تؤجل فيها جلسة اختيار رئيس الجمهورية، فهنالك جلسة كانت في 7 من شباط الماضي والمخصصة كانت أيضا لاختيار رئيس الجمهورية أجلت بسبب النصاب، والجلسة التي كانت يوم السبت أجلت أيضا بسبب النصاب. هذا سبب برد فعل، لكل فعل هنالك رد فعل أيضا للشارع العراقي من قبل أي فعل سياسي، تكون هنالك رد فعل للشارع العراقي. وهنالك أيضا ردود أفعال أكدت بأن الانسداد السياسي يجب أن يحسم، يجب أن يكون هنالك حوار بين القوى السياسية، يجب أن تتجه القوى السياسية التي توصلت إلى طريق مسدود إلى حوار فيما بينها حتى يكون هنالك اتفاق على تمرير الحكومة ملفاء الجمهورية والوزراء بأسرع وقت ممكن. هذا كله ينعكس على المواطن العراقي الذي ينتظر تشكيل حكومة، تمرير ميزانية اتحادية، تمرير مشاريع متوقفة، دعم المواطن العراقي من خلال القوانين، الاقتصاد، الاستثمار، المشاريع المتوقفة، كلها تحتاج إلى قرارات حازمة من قبل الحكومة، يعني يكون همها الأوحد هو الشارع العراقي. الشارع العراقي اليوم حينما التقينا بهم في اليومين الماضيين أكدوا على ضجرهم وسأمهم وخوفهم مما ستؤول إليه الأحداث إن لم تتجه الكتل السياسية إلى حوارات وتفاهمات فيما بينها. الشارع العراقي بدأ يائسا شيئا بعد شيء ويطلب من القوى السياسية التي تتمسك برأيها أن تتجه نحو الحوار الذي يطلب من المقاطعين. المقاطعين اليوم يطلبون الحوار، يريدون التفاوض، يريدون الحوار. إلى الآن الحوار منقطع، لا توجد تفاوضات بين الكتل السياسية. هذا الأمر سبب بأزمة أولا نفسية للمواطن العراقي، وثانيا اقتصادية وتفاقم في الأزمات الاقتصادية التي شهدها الشارع العراقي في الفترة الماضية، حتى أن حكومة تصريف الأعمال، حكومة السيد الكاظمي، توجهت إلى إقرار قانون الدعم الطارئ للتنمية الأمن والتنمية الغذائية التي هي كانت نقاشاتها الأخيرة يوم أمس في اجتماعات، واليوم أيضا كان هنالك استضافة من قبل اللجنة المالية لوزير الزراعة في داخل اللجنة، والآن فاتني الذكر بأن النقاش يجري داخل مبنى البرلمان برئاسة حسن الكعبي الرئيس الأكبر سنا للجنة المالية.
لمناقشة مستحقات الفلاحين. هذا كله يدل على أن غياب السلطة أو غياب يعني أو تأخير تشكيل حكومة تنفيذية والابتعاد عن حكومة التصرف العمري يؤثر على حياة المواطن بصورة مباشرة، ودليل وجود الآن قوانين أو قانون يراد إقراره في مجلس النواب، يراد تمريره، قرئ لي مرتين، والشارع أيضا ينتظر هذا القانون حتى يحل جزءا من الأزمة الاقتصادية الموجودة اليوم في الشارع العراقي. نعم. هذا كله مردود فعل أو رد فعل للشارع العراقي بعد تأخر جلسة اختيار رئيس الجمهورية، رد فعل كان سلبي للعراق، شارع العراقي، المواطن العراقي الذي كان يتأمل أن تنجز أو ينجز مجلس. نعم زميلي، إذا نعود لك لاحقا إن استجدت الأمور في هذا الوقت. يعني مشاهدينا، يسعد نواب البرلمان لحسم أمر مشاركتهم في الجلسة النيابية الصعب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن أجواء عدم التفاؤل تسيطر على فرص تحقيق تقدم بهذا الشأن. كما ذكر أيضا مراسلنا، حتى هذه اللحظة لم يحضر إلا العدد الضئيل جدا من النواب للجلسة، وفي الأثناء أدرجت رئاسة البرلمان على جدول أعمال الجلسة أيضا مدى أخرى تتعلق باختيار اللجان البرلمانية الدائمة، لكن الشكوك لا تزال قائمة حول إمكانية نجاح جلسة اليوم أو فشلها نتيجة الخلافات السياسية بين التيار والإطار. وأخفق البرلمان السبت الماضي بحسم استحقاق انتخاب الرئيس بسبب عدم اكتمال نصاب الجلسة، يعني إذ يجب حضور ثلثي أعضاء المجلس أي 220 نائب من مجموع 329.